وخلال ترأس اجتماع لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير الوجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، أوضح مدبولي أن الاجتماع استعرض المخططات الخاصة بإطلاق واجهة سياحية عالمية جديدة على مدار العام في الساحل الشمالي لمصر. أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ المخطط المتكامل لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية الاستفادة بما فيها من مقومات وما شهدته من أحداث تاريخية على مر العصور.